اهدي. ايه المسخرة ده هي؟ كورة في الفصل؟ اقعد يا هلا اقعد. انت يا بت اقعد على التخته بتاعتك. تخته؟ ايوه يا اختي تخته. ترمي. انت يا عبد الحليم يا حافظ. اقعد مكانك يا اخوي. ترمي مكانك. وانت نازل رجلك. ايه المصيبة اللي انا جيت فيها ده هي؟ انت يا ده بشعر معفن انت. تعدل تعدل بص قدامك. لما الاستاذ يدخل يبهم انت وهو وهي تقوم وتقفوا. قيام. تنفخ ليه يا رحمامة؟ انفخ انفخ. انا اوريك النفخ في الامتحانات ان شاء الله. نتعرف الاول عن الاستاذ رمضان مبروك ابو العالمين حموده. كويس قوي. ما كنتش اعرف ان اسمي بيضحك. اياك تفتحي بوك تاني فاهم ولا لا؟ سوري يا مستر. لا يا اخي انا مش مستر، انا استاذ رمضان. ترزعهم ترزعهم. ايه يا ابني دي؟ ايه دي؟ اسمك ايه؟ ايمن كريم الششتاوي. كريم الششتاوي؟ ايوه ابن وزير البيئه. ايوه 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 ابن وزير البيئه. طب يا اخويا ما تتنكش قوي كده، دي السحابه السوداء جايه لحد دماغك، بكره ده يتحلق بدل ما احرقهولك فاهم ولا لا؟ انت يا اخويا اللي بتنفخ، اسمك ايه؟ محمد احمد الخرساني. احمد الخرساني؟ ايوه وزير الصحه. ايوه يا اهلا يا اهلا. باين عليك الصيحه، انبسط. أمانة عليك وأنت قاعد في البيت، إباهات سيرة المستشفيات الحكومية اللي الناس بتترمي فيها على البلاط وأكياس الدم الملوث واللي أنت عارفه، يمكن يمكن حد يهتم. أوكي أوكي. أنا بشحت منك هذا اللي يتعدل. أوكي. وأنت يا أخويا اسمك إيه؟ اسمي أمير المصري وبيدلعوني بيقولوا لي وائل عبد السلام. إحنا هنستظرف يا دي أنت ولا إيه؟ مش بستظرف والله، حضرتك أشرح لك الموضوع. اشرح لي يا أخويا. ماما كانت عايزة تسميني أمير وبابا عايز يسميني وائل، اتخانقوا. أمي كانت حامل في شهر رابع فهو مش عايز ألاقيها، يا ست حامل يعني، فقال خلاص نسميه أمير ونكدب عليها. لما خلفتني جدتي أم أبويا ما بتحبش أمي أساس، فقالت خلاص نسميه وائل، فأم تقول لا أمير ودي تقول وائل. بعد اسكت بقول لك. ما هو بعد كده بقول لك أني مالي أني مالي يا رزق. أنا لما أحب أندهك أقول لك إيه؟ يا جلال يا جلال يا جلال. شكلك رخم وسنتك سودة مطينة معايا. أنفخ، عايزك تنفخ. قوم يا عادي انت من ساعة ما دخلت وشكلك مستفزني. قوم يا شكلها سنة سودة. اسمك ايه يا فرع؟ شهاب عبد الحميد النجار. اوعى يا عادي يكون اللي في بالي. هو وزير الداخلية. اتفضل استريح يا سعادة الباشا. اتفضل لحظة واحدة لحظة واحدة. ما ينفعش تقعد كده. هات يا بنت انت منديل ولا حاجة. هاتي حاجة. هاتي يا بنت الله يخرب بيتك. اتفضل استريح. اتفضل اتفضل. اسمع يا عادي انت وهو. اسمع يا حبيبي. أنا اللي جايبني هنا معالي وزير التربية والتعليم شخصياً. يعني لا يهمني ابن فلان ولا ابن تيرتان. طبعاً الكلام دي مش ليك أنت. استدعاني وزير التربية والتعليم وقال لي والنبي يا أستاذ رمضان، قلت له أنا ما بحبش الحلفان، إنجز، عايز مني إيه؟ قال لي العيال ده هون أمانة في رقبتك، وأنا يمكن أخون الأمانة. يعني لو أنتوا فاكرين إن أنتوا مسنودين أنا كمان مسنود. يوه يوه وات كان اوف بيبول. اهلا اهلا يا حيلتها. اهلا. كنت فين يا غندور انت والشملوله؟ اصل جيجي مخنش. مين جيجي ده هي؟ جيجي هي ده هي. اهلا يا ست جيجي. كنت فين وسايبين الحصه؟ اصل بقالها يومين قافل الموبايل ف ما تقفل الموبايل ولا تتحرق هي والموبايل. انتوا سايبين الحصه كنتوا فين؟ Take it easy. She had boyfriend problems so I came to sort it out. Her boyfriend's a bit of an idiot, yeah? So I just, you know, stepped up to her and said, what's going on with me? What's wrong with you, man? خلاص خلاص خلاص. اذا كان على كده براءه. تف يا بنت اللي بقى غوري مكانك امشي. يلا يا اخويا امشي امشي. انت بتشوه يا ولا؟ شكلك نسيت التعليق اللي في السقف. ها اجري. ايوه كده. الناس تخاف ما تختشيش. اسمعت اهو هي، كل واحد يطلع كتاب الصرف والنحو. هعمل لكم امتحان مستوي. استاذ رمضان. ايوه يا باشا. مش لاقي الكتاب. مش لاقي ايه؟ كتاب. مش لا في كتاب. هاتي يا بنت الكتاب ده. ايه بس انا اسقط. ما تسقطي ولا تتنيلي ولا عايز ان انا اتحبس. اتفضل يا باشا. وحشتيني قوي يا امي، ربنا كرمني وسكنت جنب اولياء الصالحين، ومعايا راجل طيب في البيت اسمه الحاج طه بيلم لي الكراريس. تعال يا شريف يا خرسان، اهدي. صفر. يلا غور في داهيه. تعالي النبي صفر كلكم. ايه ده؟ في ايه؟ ايه يا رمضان عمال تحدف في الكراريس ليه؟ هتجنن يا عم طه هتجنن. خلاص العائلات بقت بتستعر من اللغه العربيه. خلاص اذا كان ابن وزير التعليم من كتر سفره بره بقى بيرتن انجليزي على طول. ده العيال ونفسي النوم كنت حافظ الفيه ابني مالك. طب يا اخي روق كده امال، وقرب منهم صاحبهم. شوف ايه اللي بعيدهم عن المذاكره. اقرب من مين بس يا عم طه؟ ده الواد والبنت من دول وانا بشرح في الفصل يقعدوا باصين لبعض كده كانهم على الكورنيش. يا خبر اسواح، افصل بينهم يا اخي. فصلت يا اخويا فصلت. بقوا شغلوا البلوتوث على التليفون. تليفون؟
خد منهم التليفونات وحياتي النبي خدتها ورميتها. ما يعملوا تشات تشات تطلع ايه تشات دي؟ ده موال كبير مالكش دعوه بيه انت. الكمبيوتر خرب الدنيا. كمبيوتر يا خبر اسويح، البت بت طول النهار قاعده قدامه. روح الحق بنتك روح. اهدي، مضاف اليه مرفوع بالضمه في شارع مين دي يا ابن عبد الحميد يا نجار؟ نجار ده ابن وزير الداخليه. ايوه شهاب ابنه، بس وزير الداخليه على عينه وعلى راسي، انما الصرف والنحو دي مسؤوليه هني. عظيم بيمين ابدا لكون رايح ضربك في وسط بيتك وفي وسط اهلك ومش هيهمني. عنوانه ايه؟ وزير الداخليه يا عم طه. لا 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 ما تتطورش يا رمضان، ده وزير الداخليه. نختي انا مالي، انا بشكرك والله على المعامله الطيبه، الف شكر. مع الوزير؟ ايوه مع عليك. مع سعادتك. اكيد يا فندم، هنوصل الاستاذ رمضان لحد باب البيت. اكيد يا فندم. مع سعادتك يا فندم. مع الوزير يا باشا. ازاي ما عليك، الف شكر على الاهتمام ده، ربنا يبارك في حضرتك، ربنا يخليك. لا شهاب، شهاب يقدر يغلط فيا؟ لا يا، لا هو ولا حد بالمدرسه. هو غلط في المضاف اليه. ايوه هو رفعه وزاره التعليم مصره تجره. انا من رايي الداخليه تتدخل وترفعه، ولو الداخليه رفعته الشعب كله رفعه يا باشا. ايوه المرحله السنيه اللي انتوا فيها دهيا اسمها العلمي مرحله البلوغ. يعني ايه البلوغ؟ يعني هناك تغيرات فسيولوجيه بالنسبه للبنت او للولد. البنت تقف قدام المرايه تلاقي نفسها بتتغير وفي حاجات بتتغير فيه تفتكر انها كبرت. انما الولد مش محتاج مرايه، هو يا دوب شويه شعر معفن يطلعوا له في دقنه ولا في شنبه ويبتدي يجعر في البيت زي البقره، وابوه قاعد ملوش لازمه يقول لك يا بيت راجل اربط عندك، اربط عندك يا اللي بتبوس. اهدي هات يا اخويا وريني. ايه ده؟ ايه صورة فضيحة؟ لا دي نجلة. نجلة مين يا غلط؟ دي صورة فضيحة. لا نجلة. لا مش نجلة، دي فضيحي. دي نجلة يا استاذ. بقول لك فضيحي. انت ما تعرفهاش نجلة وردي. لما تبقى لابسة كده تبقى نجلة ولا فضيحي؟ لا فضيحة. اديك قلتها. يبقى انت ايه؟ بتجيب صورة فضيحي في الفصل. يبقى تستاهل ضرب الجزم ولا لا؟ استاهل. ويبقى انت اعترفت على نفسك. بس في حاجة. ايه؟ شهاب كمان معاه صورة. ايه؟ ايه يا عم في ايه؟ ما تخليك في حالك يا عم وائل. انت مالك؟ معاك صورة ولا انا بكدب؟ يا اخي مالك ومالك؟ معاك صورة انت مالك؟ ما انت معاك صورة. اهزي بقى. اهزي بقى. اهزي. اخلص يالا. تعال هنا. انا واخد امر ان انا ربيك. عرفت. فين الصورة اللي معاك؟ وريني. وريني. واصغر حتى ما هي. شوف دي عاملة ازاي؟ يا نهاركم اسود. هي هي الولية. بس هي نفس دريها والتانية كانت مطية. انت عشان الله 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 الله. هي الولية دي تفشت فيكم ولا ايه؟ خليك انت عاقل يا ابن العاقل. مالكش دعوه بيهم. اه دول عيال صيع، دول هيتربوا ان شاء الله يا امير يا ابن القمر. وريني وريني. يا نهارك اسود، يا نهار. حتى انت، حتى انت ده انت لقيت ابوك سودا. وحياه النبي لاجيب البوليس مش اولياء الامور. اهدي. هي الوليد هنا عمل جماعي ولا مرشح لرئاسه مجلس الشعب؟ وريني وريني. معاك انت كمان. لا انا معايا الصوره. طب انت هتجيب صوره ليه؟ متفق عليك التسبيل. اترمي هنا، اترمي وزير تحت الملايه. ده انت نهار ابوك اسود. لا مؤاخذة يا جماعة، لا مؤاخذة، أنا بجرب خرزانتي، خليكم في شغلكم. الواحد هيتفرس. بقول لك إيه يا أستاذ فريد؟ معلش أنا هعطلك معلش. هو مين في المدرسة هنا بيدرس للأولاد دين؟ لا الدين هنا اختياري مش إجباري. أتاري. العيال طالعة قليلة الدين وماشيين في الشارع شكلهم زي كفار الجاهلية. We are preparing for the Halloween party. Please ask Mr. Ramadan if he wants to join us. أستاذ فريد، أنا سميحة بتقول رمضان. هي تقصد ناني ولا بتتكلم على الشهر الكريم؟ لا دي بتسأل حضرتك إذا كنت تحب تشارك في حفلة الهالوين بتاعت السنة دي. حفلة الهالوين؟ الهالوين بتاعت السنة دي. وإيه الهالوين دي؟ ده حفلة بتتعمل كل سنة في أمريكا. طب وإحنا نحتفل بيها ليه؟ يعني هم الأمريكان بيصوموا وقفة عرفة ولا بيحتفلوا بتحرير صيني؟ هي أمريكا حاشرة نفسها في كل حاجة كده، حاجة عجيبة أوي. أستاذ رمضان موجود؟ أيوه يا ست، أنا الأستاذ رمضان. مبروك أبو العالمين حمودي. ودي الأستاذ فريد صديقي، ودي اللب توب بتاعه. كنت عايزة حضرتك في كلمتين على انفراد لو سمحت. أنا تحت أمرك. كلمتين على إيه؟ على انفراد لو سمحت.
أظن الجملة واضحة على انفراد يا أستاذ فريد. سكن عندي شغل على اللابتوب. عندك شغل على اللابتوب؟ خد 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 يلا يلا. السلام. سوري. لا ولا يهمك. السلام. ده بان عليه يطلع سيدي.